السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة والطالبات، مرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات الفلسفة والمنطق للصف الثالث الثانوي. النهاردة يا أولاد هنكمل مع بعض ما ابتدينا ليه، وهو تابع الفلسفة وأخلاقيات المهنة. قبل ما نتكلم على الجزئية الجديدة، تعال أحب أفكرك إن إحنا خدنا أول حاجة أهمية العمل بالنسبة لتقدم الأمم، وقلنا إن العمل بيميز الإنسان عن الحيوان، وقلنا كمان إن من خلال العمل الإنسان بينتج أو بيحول الحاجات أو الموارد الطبيعية إلى موارد صالحة للاستهلاك. كمان خدنا تعريف أخلاق المهنة، وقلنا إن إحنا كان لابد إن إحنا نقيم سلوك المهنيين أو نضبط سلوك المهنيين، لأن في بعض الأفراد خرجوا عن قواعد المهنة وأخلاق المهنة، وبالتالي لجأنا إلى أخلاق المهنة، وقلنا مجموعة من القواعد والمعايير التي لا تستقيم أي مهنة بدونها. كمان حبيت أفكرك إن إحنا خدنا طبيعة المعايير، وقلنا إن طبيعة المعايير بتنقسم إلى 3 فرق. فريق قال إن هي بتحمل الطابع الخاص والعام اللي هي ثقافة الفرد وخصائص العمل أو الصفات الخاصة بالعمل، بغض النظر عن ميولنا أو اتجاهاتنا أو رغباتنا الشخصية، دي أوامر ونواهي بتطبق على الكل. وكمان خدنا الفريق التاني، قلنا إن هي بيرتبط بثقافة المهنة، وثقافة المهنة في آداب عامة وآداب إلزامية وآداب نسبية، وقلنا الآداب العامة اللي هي الالتزام بأخلاقيات المهنة، ده شيء عام، قلنا زي المعلم علاقته مع الطلبة علاقة ود ودفء، وقلنا كمان في واجبات إلزامية ملزم بها المعلم، مش بس يا ولاد علاقته بالطلبة بتاعته كحب وعلاقة ود واحترام، لا كمان لابد ان المعلم ده يتصف بصفات خاصة بيه هو، زي الإخلاص في العمل، الضمير، العدالة في تقييم الدرجات. اما موضوع ان احنا نقيم المعلم من ناحية الأجر، ده يا ولاد امر نسبي ما ينفعش نعمله كقاعدة او معايير نحكم بها على سلوك واخلاق المهن. الفريق الثالث يا ولاد قال لي لا، احنا لازم نفحص الثقافة الموجودة في المجتمع، بص على طبيعة المعلم، بص على طبيعة المتعلمين، شخصية المعلم، بص لي على دور المؤسسات التعليمية. بمعنى ايه يا اولاد؟ انا لو كاره مهنة التدريس بتاعتي، هل انا كده هقدر اوصل المعلومة صح؟ انا مش حابب المهنة، انا حبي للمهنة نفسه بيخليني انجح، وفي نفس الوقت ان انا مهمتي كمدرس ان انا احبب الطالب في المادة بتاعتي واوصل له المعلومة. طب انا كاره مهنة التدريس دي خالص، وخدتها وقلت المثال بتاع المرة اللي فاتت، واحد حصل على بكالوريوس تجارة المفروض يتعين في بنك، هو قدم وظيفة معلم، هو مش مقتنع ان هو يكون معلم، هو ما كانش عايز يكون معلم. هل هقول له التزم؟ هل هقول له اخلص في عملك؟ هل هقول له حب عملك؟ خلي في علاقة ود واحترام بينك ما بين الطلبة، خليك ازاي توصل المعلومة للطلبة؟ طبعا لا. يبقى هنا طبيعة المعايير انقسموا الى 3 فرق. اتكلمنا كمان عن السبب المباشر لظهور اخلاق المهنه، وقلنا يا اولاد ان في بعض المهن، بعض الافراد في المهن خرجت عن السلوك الاخلاقي، خرجت عن الالتزام بقواعد المهنه، بقوانين المهنه، فكان لابد من وجود معايير تلزمه وتضبط سلوكه المهني. فبالتالي هنا قال لي انا لازم اضبط سلوك المهنيين. يبقى احنا هنا خدنا جزئيه. طب النهارده هنعمل ايه؟ عايزين نكمل مع بعض، هنكمل أهمية وفوائد ميثاق أخلاقيات المهن. يعني إيه ميثاق؟ ميثاق يعني واجبات، يعني اللوائح، يعني قوانين العمل. ميثاق يعني لوائح العمل، قواعد العمل، قوانين العمل، أنا هلتزم بيها. إيه النواتج المترتبة على مواثيق أخلاق المهنة دي؟ أنا كيفية الالتزام بقواعد العمل، ازاي التزم بميثاق لوائح العمل، ايه النتائج اللي هتترتب عليا لما انا التزم بمواثيق اخلاق المهن. قال لي اول حاجه يا اولاد الصوره الذهنيه الايجابيه. بمعنى ايه؟ بمعنى لو احنا طبقنا لوائح العمل والتزمنا بقوانين العمل وقواعد العمل ولوائح العمل، هيحصل ايه؟ قال لي يا اولاد هيحصل نوع من أنواع الصورة الإيجابية لدي. يعني أنا على سبيل المثال، أنا بحط إيداع مثلا في بنك معين، البنك ده أنا بروحه الناس دي بتتعامل معايا بكل احترام، في شفافية، باخد الدور بتاعي حسب رقم معين،
حصل خطأ في أي حاجة ألاقي الناس دي بترد عليا على طول، أي مشكلة بيحلوها لي على طول، ما عنديش مشاكل، ما بواجهش مشاكل، ما بيعطلوش مصالحي. أبص أقول لي إيه لما يجي زميلي يسألني، والله أنا عايز بنك كويس، أقول له لا بص خليك على البنك ده. طب هو البنك ده يعني مثلا ليا بيني وما بينه مصلحة؟ لا، أمال إيه يا ولاد؟ المعاملة كويسة والتعامل هو اللي بيديني الانطباع والاحترام، واحترام الخدمات اللي مقدمينها لي هو اللي بيديني يا ولاد ايه انطباع. فقال لي هنا البنك ده على سبيل المثال عمل ايه؟ فعل مواثيق اخلاق المهن، التزم بقيم العمل، التزم بقواعد العمل، اداني صوره ايجابيه. الصوره الايجابيه دي انا نقلتها لمين؟ لغيري. الصوره الذهنيه الايجابيه دي عملت ايه؟ فعلت مواثيق اخلاق المهنه، عملت ايه؟ بقت عندي كده حاجه مهمه جدا، اهتميت بمواثيق اخلاق المهنه ادتني ناتج، يبقى صوره ذهنيه ايجابيه. يبقى اول حاجه من فوائد او نواتج مواثيق اخلاق المهنه، وقلنا ميثاق يعني لوائح عمل، يعني قواعد عمل، يعني قوانين عمل، انا هحترم العمل وقوانينه والقواعد بتاعته، هيعود عليا بصوره ايجابيه، صوره هيخلي المتعاملين معايا كمؤسسه يبقى ملتزمين معايا، وفي نفس الوقت هيطرحهم قدام اي شخص تاني كعميل ان انا هنا هقول ان انا موثق في المؤسسه ديت، وبالتالي هيزيد التفاعل مع العملاء. يبقى ده انطباع بتدي المؤسسه لمن يتعامل معاها، وبالتالي يا اولاد التعامل ده هيطرح مجموعه بعد كده من عملاء تاني، وهيزود معاه في نسبه القابليه بالنسبه لمين؟ للمؤسسه. طيب هل هنكتفي بكده بس؟ قال لي لا، ده احنا في كمان ناتج ايجابي تاني. ايه الناتج الايجابي ده؟ قال لي ناتج الالتزام بالمسؤوليه القانونيه والاجتماعيه. يعني ايه؟ يعني انا يا اولاد لما هطلب ان انا اراعي مراعاه الالتزام بالمعايير دي وقواعد العمل وقوانين العمل، هينتج عنها ايه؟ طب ازاي انا اراعيها برضه؟ يعني ازاي انا اراعي الكلام ده؟ انت بتقولي في التزام فوق، طب ازاي اراعي الاول عشان التزم بالكلام ده؟ قال لي مثلا على سبيل المثال مصنع او مؤسسه المفروض بحمايه البيئه من الادخان، انا مصنع احمي بيئه من الادخان، ما انتجش اصناف معيبه للصن واجي اسلمها يا اولاد يبقى فيها ايه اخطاء وفيها عيوب واقول ان انا كده تمام. لا، انا كده هتفتح عليا مشاكل، هيفتح عليا ان انا هعرض نفسي لمساءلات قانونيه، هيعرض نفسي لقضايا، يبقى انا كده مش هلتزم، مش هلتزم. طب عدم التزامي ده هيلاقي فتح عليا مشاكل، مشاكل قانونيه، عدم التزامي بقواعد المهنه واخلاقياتها، وان انا عملت حاجات مخالفات، يعني ان انا الوث البيئه او انتج اصناف معيبه، انا عملت مخالفات قانونيه عرضتني لمساءله قانونيه، وكمان المنتج هيجيب لي مشاكل لان هو منتج معيوب، فبالتالي محدش هيقبل عليه. يبقى انا هنا الصوره الثانيه او الناتج الثاني الايجابي من الاهتمام بمواثيق اخلاق المهنه والالتزام بها المسؤوليه القانونيه والاجتماعيه. المسؤوليه القانونيه ومين؟ والاجتماعيه، وان اصحاب العاملين في المؤسسات دول بيهتموا ان احنا نلتزم بالمعايير، ما يبقاش في عندي مخالفات قانونيه زي تلوث البيئه او مخلفات او تسليم منتجات معيوبه، وبعد كده اعرض نفسي لمشاكل قانونيه ومشاكل اجتماعيه. اهلي طيب ركز معايا، تحسين الأداء. هو أنا لما التزم بأخلاقيات العمل وقوانين العمل، إيه الناتج اللي هيترتب عليا؟ أنا ههتم بالعمل، وههتم بسلوك العمل، وههتم بالتشريعات وقوانين العمل. قال لي هينتج عندي تحسين الأداء، يعني أدائي أفضل. أدائي أفضل في ضوابط، في تشريعات، في قوانين، كده ما عنديش مشاكل، ولا هتجنب أي قضايا جنائية ولا مدنية عندي. ليه؟ أنا شخص ملتزم. أنا شخص بهتم بتحسين الأداء، بحط خطة، بحط نظام معين للمؤسسة بتاعتي، بنتج شيء معين في المؤسسة بتاعتي، بحسن أدائي وبخلي إنتاجي أفضل. يبقى في الحالة دي كل ما أنا أنتجت أفضل وأنتجت أصناف جيدة ما فيهاش أي عيوب، أنا كده مش هعمل أي حاجة، مش هعرض نفسي لأي مشاكل. يبقى تحسين الأداء بيقول لي هنا إن أنا هلتزم بأخلاقيات وقيم العمل وسلوكياته، هيكون أدائي أفضل. طيب لو انا ما التزمتش، لا انا كده هعرض نفسي لقضايا وجنائيه ومدنيه. يبقى انا تحسين الاداء ناتج اخر من الالتزام بمواثيق اخلاق المهنه بقواعد وقيم المهنه.
قال لي كمان الاستخدام الامثل للمواد. يعني ايه برضو الناتج اللي هيحصل لي؟ انا دلوقتي طبقت قوانين العمل وماشي بلوائح العمل وقواعد العمل. قال لي اه ركز بقى معايا، الاستخدام الامثل للموارد ده انا هنا بيقول لي هيتخذ او خاص بقرارات انتاج. خاص بقرارات انتاج ازاي؟ قال لي يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال انا صاحب مصنع هروح اجيب الات، الات مستورده مستعمله قبل كده، ايه اللي هيحصل يا ولاد؟ الالات دي هنلاقي فيها بعض منها الرديء، طب انتج اصناف كويسه كده؟ لا، قال لي هيبقى فيها عيوب، هيبقى فيها مشاكل. المشاكل دي هتخليني امسك الموارد تاني واعيد اعاده تصنيعها بعد ما عملتها. هدرت الوقت وهدرت المواد، يبقى انا كده المفروض من الاستخدام الامثل للموارد ان انا اجيب الات جيده وانتج اصناف جيده بدل ما اعيدها من مره تاني واعيد تصنيعها واهدر المال واهدر الوقت وبالتالي اعرض الشركه للافلاس والخساره. يبقى تاني كده تعال نراجع مع بعض، احنا بنقول عندنا اهميه او نواتج الاهتمام بمواثيق اخلاق المهنه، تعال نراجعهم مع بعض، هم كده اربعه. راجع معايا، بنقول اهميه وفوائد مواثيق اخلاق المهنه. يعني ايه ميثاق؟ قلنا يعني قوانين، يعني لوائح العمل، يعني قواعد العمل. ايه النتائج المترتبه لو انا كمؤسسه، ركز معايا كده، التزمت بقوانين ولوائح العمل؟ أول حاجة، أول ناتج لو طبقنا قواعد العمل، إيه اللي هيحصل يا أولاد؟ قال الالتزام أول حاجة بالصورة الذهنية الإيجابية. بقول المؤسسة بتبقى بتعمل كل طاقتها عشان تطلع صورتها صورة جيدة، صورة ممتازة أمام العميل، وفي نفس الوقت العملاء اللي جاية تتعامل معاها. وطبعا الصورة الذهنية الإيجابية يا أولاد هتزود العمل. أنا لو صاحب محل كده ومحل تجاري كبير وبتعامل مع العملاء بطريقة كويسة، المنتجات بتاعتي اللي بجيبها صلاحيتها كويسة، تلاقي كل واحد راح يجري على المحل ده يقول لك لا بص حاجته مضمونة، حاجته كويسة، راجل كويس، راجل يعرف ربنا وكويس، مراعي في العمل، مراعي في قواعد العمل، حتى الموظفين اللي عنده ناس محترمة، ناس بتتكلم مع الناس بالاحترام. يبقى أنا قيم عمل، قواعد عمل، أخلاقيات عمل، ما بجيبش حاجة تضر المنتج أو تضر المستهلك، ما بجيبش حاجات مغشوشة، ما بجيبش حاجات منتهية الصلاحية. فأنا هعمل إيه؟ تلاقي الإيه؟ تلاقي الصورة الذهنية دي، تلاقي المحل أو السوبر ماركت الكبير أو الإيه؟ أو المول ده، تلاقي كل الناس بتروح له لأنها واثقة فيه. أدي أول حاجة، يبقى الصورة إيه؟ الصورة الذهنية الإيجابية. تاني حاجة من مواثيق أخلاق المهنة قلنا إيه؟ الالتزام بالمساءلة القانونية والاجتماعية. من النواتج الإيجابية للالتزام بقواعد العمل ولوائح العمل إن أنا عندي مراعاة للالتزام ده بإيه؟ هحمي البيئة من الأبخرة والأدخنة، من المخلفات، مش هيبقى عندي منتجات معيوبة الصنع، أنا هنتج منتجات جيدة وفي نفس الوقت أنا مش هعرض نفسي ولا مشاكل قانونية ولا مشاكل اجتماعية. قال لي كمان ايه الصورة الثالثة او ايه الناتج الثالث؟ قلنا تحسين الاداء. انا هحط يا اولاد خطة، خطة ملتزم بيها كخطة، انا كده عايز اعمل خطة معينة عشان احسن ادائي. انا زي طالب كده، انا دلوقتي عايز، احنا في شهر كده اخر ثلاثة، عندي اربعة وخمسة وستة، عايز يا اولاد الم او التزم بقى بالمنهج بتاعي وابدا احقق نجاح. هلتزم اعمل ايه؟ هعمل خطه واحدد وقت معين وامكانيات معينه ليا وابدا انفذها عشان تيجي في الاخر ايه؟ تيجي لي بالنجاح. هنا لو جينا طبقناه على المؤسسات نفس الوضع، الالتزام هحط خطه معينه، يقول لك مثلا مصنع معين عايز ينتج وعايز يحقق انتاج، يقول لك انا هعمل خطه لمده 6 شهور. الخطه دي يبدا يقول لك ايه دور العاملين؟ ايه دور المديرين اللي موجوده فيها؟ طب ايه نظام العمل؟ طب ايه قواعد العمل؟ انا هلتزم بكل حاجه موجوده ومش هنتج اي حاجات مخالفات او اي اصناف عشان خاطر ما اعرضش نفسي للقضايا الجنائيه ولا المدنيه بتاعتي. يبقى انا في الحاله ديت حسنت من ادائي، التزمت، قدمت، بقيت عندي تقدم، بقى عندي رفاهيه. ده بالعكس، ده تحسين الاداء هيعلى منين؟ هيعلى من قيمه المؤسسه نفسها. قال لي طيب عندي ايه كمان؟ قلنا الاستخدام الامثل للمواد عشان تنافس كده وتبقى منافس قوي وليك سمعه كده في السوق، لازم تجيب الات كويسه، لازم اجيب اصناف كويسه، منتج كويس انتجه يبقى بالظبط كده اي حد ياخده يقول انا واثق فيه. يبقى انا دلوقتي كده الاهتمام بمواثيق اخلاق المهن بقواعد ولوائح العمل، الاستخدام الامثل للمواد متعلق بايه؟ بالانتاج. متعلق ازاي بالانتاج؟
ان انا بيتطلب ان انا لما اجي اعمل اعاده الانتاج تاني بسبب اخطاء الات معيبه الصنع، الات معدات رديئه، معدات استردتها او استوردتها كانت شغاله قبل كده، كانت تعبانه، كان فيها مشاكل، انا جيت عشان اشغلها اعمل ايه؟ ابص الاقي نفسي بقت تجيب لي مشاكل، في اعطال، بدا في اصابات، بدا المنتج يبقى بايظ، طب في حاجات بايظه، طب انا عايز اعمل ايه؟ اروح ارجع تاني عشان اعيد المنتج ده، طب ايه اللي بيحصل؟ انا عرضت الشركه او المؤسسه بتاعتي للخساره، ويا ريت ما ده انا ممكن اقفل خالص كمان، يبقى انا كده في الحاله ديت عرضت المنتج، يبقى انا عندي هنا الالتزام او النواتج المترتبه على مواثيق اخلاق المهنه، قال لي اربع حاجات، صوره ذهنيه ايجابيه، الالتزام بالمساءله القانونيه والاجتماعيه، تحسين الاداء، الاستخدام الامثل لمين؟ للمواد. تعالى كده معايا، تعالى نحل كده ونفكر مع بعض، بيقول لي ايه؟ طريقه منظمه وشامله لعلاج المشاكل التي تعاني منها مؤسسه ما. عايز اعالج، عايز اعمل تنظيم لمؤسسه معينه فيها مشاكل عايز اعالجها. وهي عمليه منظمه تبدا بمقارنه الوضع الحالي والوضع المرغوب لاداء الفرد واداء المؤسسه، وان انا اشوف الفجوات، الفجوه او الثغره اللي موجوده في الاداء، وحلل المسببات لمعرفه تاثير بيئه العمل على الاداء. هو كله ده بيحكي على مين؟ على الاداء. ازاي الاداء بتاعي؟ قال لي طب الصوره الذهنيه الايجابيه ولا الالتزام بالمسؤوليه القانونيه والاجتماعيه ولا الاستخدام الامثل للموارد ولا تحسين الاداء؟ ركز كده معايا، بقول طريقه منظمه وشامله لعلاج المشاكل التي تعاني منها مؤسسه معينه، انا عايز اعالج مشاكل، عايز امشي بطريقه منظمه عشان اعمل ايه؟ هقارن وضع حالي بوضع مرغوب فيه، انا عايز احسن من اداء الموظفين واداء المؤسسه، واشوف ايه الاخطاء وايه الثغرات اللي موجوده في الاداء ده عشان خاطر احسن بيئه العمل. برافو، سامعاك. تحسين الاداء، يبقى ايه؟ تحسين الاداء، وقلنا تحسين الاداء من النواتج المطلوبة للي موجودة عندنا في التزام بقواعد العمل عشان خاطر تقدم ورفاهية المؤسسة. قال لي طيب الاستخدام الأمثل للمواد هو التخطيط والتنظيم الجيد في استغلال موارد المشروع لإتمام عملية التنفيذ ضمن توقيتات محددة وبتكلفة تقديرية ثابتة. أنا قلت من شوية عندي مشروع معين عايز اجيب، هجيب الات، الالات دي تكون منها كويسه، الكويسه دي هتعمل لي ايه؟ هتنتجني اصناف كويسه، المشروع بتاعي هينجح، هيديني، هحدد وقت معين لخط الانتاج، هيديني هقدر تكلفه معينه، التكلفه المعينه دي انا هنجح ان انا احقق ايه؟ ارباح من خلالها. يبقى فعلا يا اولاد الاستخدام الامثل للموارد، انا هخطط وانظم، هنظم مين؟ هنظم استغلال الموارد اللي موجوده عندي، انا مش هعمل اهدار للموارد، لا، ده انا هستغل الموارد صح. ده انا هنفذ صح، ده انا هخطط وهنجح في التخطيط ده، وهقدر مثلا انا عايز مبلغ معين لمشروع معين، المشروع ده بيتطلب كلفه كذا، التكلفه كذا، انا بالعكس من التكلفه دي حققت ارباح وحققت نجاح، يبقى انا كده عرفت استخدم الاستخدام الامثل للموارد. قال لي طيب، تلك الانطباعات التي يحملها الجمهور الخارجي عن مختلف العلاقات والاتصالات التي تجريها المؤسسة معه. انطباعات، يعني انطباعات؟ أنا لما أتعامل مع حد باخد عنه انطباع معين، صورة معينة يا أولاد. يبقى هنا بيشير لإيه؟ قال الصورة الذهنية لإيه؟ للمؤسسة ولا تحسين الأداء ولا الاستخدام الأمثل للموارد ولا الالتزام بالمسؤوليات القانونية والاجتماعية. فكر كده معايا لما قلت لك من شوية أنا بتعامل مع بنك معين، ناس محترمين هناك بيتعاملوا بيحللوا كل مشاكلي، مفيش أي أعطال للخدمة بتاعتي، بيهتموا جدا بحقوقي. لما جه زميلي يسألني على بنك معين رحت أنا قلت له البنك ده. ليه؟ البنك ده لأني تثق فيه تماما، ناس بتتعامل بطريقة إيجابية، بيفعلوا بالفعل مواثيق أخلاق المهنة واحترام العمل واحترام قواعد العمل. يبقى هنا يا أولاد هتبقى الصورة الذهنية للمؤسسة، لأني عبارة عن انطباعات، صورة للشيء اللي قدامي، انطباعات من خلال تعاملي مع أفراد المؤسسة والمؤسسة نفسها، أنا بشكل صورة عامة على هذه المؤسسة. قال لي طيب، الالتزام بالمسؤوليات القانونية والاجتماعية من سلبيات الالتزام بالمواثيق الأخلاقية؟ هو أنا لما التزم وتجنب المساءلة القانونية والاجتماعية وأنتج أصناف سليمة مش معيوبة
واحمي البيئه من الابخره والادخنه والمخلفات. هل دي سلبيات يا اولاد؟ برافو سامعاك. لا خطا، دي ايه؟ ايجابيات. دي من الالتزامات والنواتج اللي انا بهتم بيها، ناتج مترتب على مواثيق اخلاق المهن، على قواعد العمل، على احترام قوانين العمل. طب الالتزام بالمسؤوليات القانونيه والاجتماعيه يؤدي مخالفات قانونيه؟ احنا خدنا من شويه، هل الالتزام بالمساءله القانونيه والاجتماعيه ان انا التزم وابقى ماشي قانون وفق احترام قوانين العمل هيؤدي لي مخالفات؟ لا، احنا قلنا ايه؟ تجنب المخالفات، ده بالعكس، ده انا كده هبقى ماشي في السليم ومش حد هيجي جنبي، لان انا ماشي صح وبنتج صح في نفس الوقت بطبق قوانين عمل وبلتزم بقوانين العمل. هننتقل لحته تاني، ايه هي بقى؟ دور الفلسفه او الفلاسفه في المواثيق الاخلاقيه للمهنه. ايه دور الفيلسوف او الفلسفه في مواثيق اخلاق المهنه؟ طبعا احنا درسنا اخلاق المهنه وقلنا ان هي ممارسات او قواعد وسلوكيات بتمارس في داخل كل المهام الاداريه والوظيفيه، وطبعا ميثاق اخلاق المهنه بيبقى خاص بالمؤسسه. يعني انا هنا لما اجي اقول ايه دور ميثاق اخلاق المهنه، يقول لي الفيلسوف ايه دوره؟ بيقوم بايه الفيلسوف ده؟ قال لي والله الفلسفه او الفيلسوف بيقوم بدور مهم جدا. ايه الدور المهم ده؟ اول حاجه القيام بتحليل الواقع الثقافي، خلاص، واستخلاص القيم الاخلاقيه، يؤسس من خلالها ميثاق اخلاق المهنه على اساس دراسه وتحليل الواقع المجتمعي والمعايير الاخلاقيه بيتطلبها المجتمع. يعني ايه؟ يعني يا اولاد انا لو عايز اجي اعمل مشروع معين، طلبت من الفيلسوف ده ان هو يجي يحط لي مجموعه من المواثيق او مجموعه من المعايير الاخلاقيه ان انا امشي عليها في المؤسسه او في المنظمه دي. فقال لي اول حاجه الفيلسوف ده هيعمل ايه؟ اول حاجه هيحلل الواقع الثقافي بتاعه والمجتمع بتاعه، المجتمع ده ايه المتطلبات؟ ايه المعايير اللي بيمشي عليها؟ ايه المعايير اللي هو يحطها تتماشى مع القيم الاخلاقيه اللي موجوده في المجتمع ده؟ المرحله التاريخيه اللي هي موجود، ايه نوع الخدمات اللي انا اقدمها؟ يبقى ركز كده معايا، تحليل الواقع الثقافي. هنا الفيلسوف او الفلسفه بتاسس ميثاق اخلاق المهنه على اساس مين؟ على اساس دراسه تحليليه للواقع المجتمعي. انا بحلل الواقع المجتمعي، بحلل وبطلب اشوف المعايير الاخلاقيه المتطلبه لي، بشوف ايه المرحله التاريخيه اللي انا عايزها، بشوف ايه نوع الخدمات اللي انا اقدر اقدمها، ودي بتقدمها المهنه دي لمين؟ للمجتمع. يبقى انا مش هقدر احط اي حاجه وخلاص كده، لا، ده انا قيم، معايير عشان اسس من خلالها ميثاق اخلاق المهنه. يبقى انا هنا بيقول لي، هنا بيقول ايه؟ بيقول ان الفلسفه ليها دور في مواثيق اخلاق المهنه، عشان تفعل مواثيق اخلاق المهنه دي انا هحلل واقع ثقافي، هدرس واحلل مجتمع، واقع مجتمع، ايه متطلباته الاخلاقيه والمعايير الاخلاقيه بتاعته؟ ايه المرحله التاريخيه؟ ايه الخدمات ونوع الخدمات اللي اقدمها لمين؟ للمجتمع من خلال المهنه دي، او من خلال المؤسسه دي، او من خلال المشروع ده. قال لي طب هي هتكتفي بس بتحليل الواقع الثقافي؟ قال لي لا لا لا، ده في كمان حاجه تاني، تحديد الاسس والقواعد والضوابط المحدده لاداء اعمال المؤسسه. بمعنى ايه بقى؟ الفيلسوف المفروض من ضمن الناس اللي هتحط لنا القيم للقائمين على المؤسسه، يعني العمال والمديرين وما هو مسؤول ومن يتعامل مع المجتمع من خلال مين؟ المؤسسه. عاملين مهنيين خاصين بالمؤسسه. هقدم بقى ايه؟ قال لي هيقدم مجموعه من القواعد العامه والضوابط عشان اضبط بيها اداء العمل في المؤسسه، ما ينفعش مؤسسه تشتغل بطريقه عشوائيه، لا، لازم في قواعد عامه، لازم في اخلاقيات عامه يمشي عليها. من خلال الاخلاقيات دي مواعيد معينه، من خلال مهام معينه يقوم بها كل عامل، اقسم كل واحد يقوم بايه؟ بتقسيم معين. يبقى انا في الحاله دي بعمل ضوابط، لو خالفت الضوابط دي يبقى في جزاءات، لا انت كده عملتها، لا يبقى انت كده بتحسن من اداء المنظمه، يبقى انت عندك اخلاص في العمل. يبقى انا لازم احدد الاسس والقواعد المحدده لاعمال اي مؤسسه. الفيلسوف بياخد القيم اللي استخلصها اللي احنا قلنا عليها، هنحلل واقع مجتمع،
وهنشوف ايه متطلبات المجتمع وايه الخدمات اللي اقدمها للمجتمع، واحط على اساسها كمان مجموعه من الضوابط هخلي العمال اللي موجودين في المستشفى دول مالهم يلتزموا، يبقى في انضباط، يبقى في التزام، يبقى في واجب مهني ملزمين بيه العاملين في اتجاه مين؟ في عمل المؤسسه اتجاه الجمهور. طيب ايه تاني؟ قال لي وضع اسس ميثاق اخلاق المهنه في اطار مرجع. لابد يا اولاد من مجموعه من المعايير، اي وظيفه واي مهنه، اي متخصص في اي مهنه ما لابد يكون في ارجاع لمجموعه من المعايير، اطار مرجع. انا كمعلم عندي قانون العمل، قوانين العمل الخاصه بيا، قانون الكادر، ليه اطار مرجعي مع مجموعه من المعايير بيضبط سلوكي انا كمعلم، وفي نفس الوقت بيقول لي ايه واجباتي وايه الزاميات، الزامات اللي انا عليا، واجبات والزامات. يبقى هنا عندي الجزئيه دي برضو مهم. طب هو الفيلسوف بس بيهتم بالتحليل وتحديد الاسس ووضع ميثاق؟ قال لي لا، ده كمان بيهتم ان احنا نلتزم باخلاقيات العمل. ازاي؟ يعني الفيلسوف مش بس بيهتم بقواعد العمل العامه او الاخلاق العامه، احنا قلنا دايما الفيلسوف بيرسم صوره عامه للمشكلات العامه، لا، ده الفيلسوف كمان بيحدد قواعد خاصه، قواعد خاصه لمين؟ للعاملين. السلوك اللي بين الموظفين نفسهم في العمل لازم يبقى فيه سلوك مهني محترم، وفي نفس الوقت لازم عشان انجح الميثاق يبقى فيه روح الفريق، روح العمل. يعني زي الفريق كده، اي فريق كوره كده يقول لك ايه فريق لما ينجح كده ويبقى ناجح على طول، يقول لك اصل فيه روح العمل، روح العمل. طب هنرجع نكمل مع بعض. يبقى احنا عندنا هنا دور الفلسفه في المواثيق الاخلاقيه المهنيه، تحليل الواقع الثقافي، تحديد الاسس والقواعد والضوابط، وضع اسس ميثاق اخلاق المهنه، مبادئ الالتزام بالسلوك الاداري والوظيفي. وقلنا كل ده بينجح ميثاق اخلاق المهنه. ركز بقى معايا كده اهو، يؤسس ميثاق اخلاق المهنه على دراسه وتحليل الواقع المجتمعي والمعايير الاخلاقيه التي يتطلبها المجتمع والمرحله التاريخيه التي يمر بها، وكذلك نوع الخدمات التي تقدمها المهنه. تاني بنقول يؤسس ميثاق اخلاق المهنه على دراسة تحليلية للواقع المجتمعي والمعايير الأخلاقية التي يتطلبها المجتمع والمرحلة التاريخية التي يمر بها، وكذلك نوع الخدمات التي تقدمها المهنة. قال لي ركز كده معايا، العبارة اللي قدامك دي صحيحة أم خطأ؟ إحنا لسه قايلين من شوية إيه؟ قلنا إن الفيلسوف يا أولاد ليه دور مهم جدا في مواثيق أخلاق المهنة، وكفة بيفترض لنا إزاي نمارس كافة المهام الإدارية والوظيفية في ضوء مين؟ ميثاق أخلاق المهنة. وخدناهم أربع عناصر، وقلنا تحليل الواقع الثقافي واستخلاص القيم، وقلنا كمان الأسس والقواعد والضوابط المحددة لأداء الأعمال المؤسسة، وميثاق أخلاق المهنة أو الإطار المرجعي للمعايير التي بتحكم السلوك والسلوك الإداري والوظيفي داخل المؤسسة. هنا يا اولاد هتبقى العباره صحيحه. ليه؟ لان من مهمه الفيلسوف عندما يضع ازاي نمارس ميثاق اخلاق المهنه لابد من تحليل واقع المجتمع، معايير المجتمع، عشان نشوف ايه متطلبات المجتمع ونشوف ايه نوع الخدمات اللي هتقدمها المهنه. يبقى العباره صحيحه. هننتقل لجزئيه ثانيه مهمه، وهي اخلاقيات الوظيفه العام. يعني ايه يا اولاد اخلاقيات الوظيفه العام؟ بيقول لي الوظيفه العام، ايه هي الوظيفه العام؟ قال لي هي مجموعه من المهام والمسؤوليات بيتم تحديدها في ضوء القيم والمبادئ الاخلاقيه، هدفها ان انا اقدم مصلحه عامه. ركز كده معايا، انا موظف في الحكومه ليا مهام وعليا مسؤوليات، المهام والمسؤوليات دي بتحددها وبفعلها في ضوء قيم ومبادئ ومواثيق وقوانين العمل. هدفي ايه كموظف حكومة؟ هدفي موظف حكومة ان انا اقدم المصلحة العامة. طب العاملين دول انا كموظف في الحكومة ليا حقوق؟ ليا حقوق بينص عليها القانون. طب لو انا اخليت بيها،
لو انا انحرفت عن قواعد العمل، لو انا ما احترمتش قوانين العمل، لو انا ما احترمتش الواجبات والمسؤوليات اللي عليا، هعرض نفسي للمسألة القانونية، وبالتالي مش هيبقى ليا اي قانون او اي حقوق بالنسبة للقانون. يبقى تاني كده بيقول لي، ركز كده معايا، الوظيفة العامة اللي هي مجموعة من المهام والمسؤوليات بيتم تحديدها في ضوء القيم والمبادئ الأخلاقية. أنا موظف عام، مفروض في مهام وفي مسؤوليات أنا بنفذها. أنا موظف في حكومة، موظف في الدولة، هدفي إن أنا أقدم مصلحة عامة للجمهور وليس مصلحة خاصة. أنا كعامل ليا حقوق، الحقوق دي بينص عليها قانون العمل. طب لو أنا أخليت أو خرجت عنها، يبقى أنا كده ماليش الحقوق ولا الواجبات. طول ما أنا أخليت بالمهام والمسؤوليات حققت المصلحة الخاصة عن المصلحة العامة، يبقى أنا كده أخليت بالحقوق والإيه والواجبات. قال لي طب لو أنا التزمت بالمثل والقيم الأخلاقية، قلنا هنأدي إلى تحسين الأداء وتحقيق الرفاهية والتقدم بالنسبة لمين؟ للمجتمع. طيب إيه أخلاقيات الوظيفة العامة؟ إيه الأخلاقيات دي؟ إحنا قلنا من شوية هي مجموعة من المهام والمسؤوليات وهدفها تحقيق المصلحة الإيه؟ العامة. طب إزاي أحكم بقى على القواعد أو أحكم على المهام والمسؤوليات دي وإن سلوكي ده كان هدفه تحقيق المصلحة العامة ولا المصلحة الخاصة؟ قال لي والله أنا من خلال مجموعة من المعايير، مجموعة من القواعد يا أولاد، هحكم على السلوك ده، هشوفه صح ولا خطأ. بمعنى لو أنا جيت قلت الفساد الإداري، أنا دلوقتي مش هلتزم بقواعد العمل ولا مسؤولياتي ولا مهامي، إيه اللي هيحصل؟ هخرج وأحقق المصلحة الخاصة وليس المصلحة العامة، هيبقى ده سلوك إيه؟ خطأ. يبقى ركز كده معايا، أخلاقيات الوظيفة العامة بنقول إن أنا من خلال القواعد والمعايير بحكم على سلوك الموظف، ده صح ولا خطأ؟ بقول فساد إداري، بقول إن الموظف ده بيحقق المصلحة الخاصة، هو ده كده صح؟ ده كده خرج عن قواعد ومعايير مين؟ العمل، خرج عن قواعد ومعايير الوظيفة العامة، المهام والمسؤوليات، أخلى بالقانون وحقق مصلحته الشخصية عن المصلحة الإيه؟ العامة. طب تعالى كده مع بعض، بيقول لي إيه؟ مجموعة من المعايير التي يمكن في ضوئها الحكم على السلوك باعتباره صحيحاً أو خطأ من الوجهة الإنسانية. بمعنى إيه؟ ركز معي، أخلاق المهنة، الوظيفة العامة، أخلاقيات الوظيفة العامة، ميثاق أخلاق المهنة. بيقولني أنا هحط معايير في ضوئها هحكم على سلوك الموظف ده إذا كان صح أو خطأ. إذا كان خرج عن سلوكيات ومهام المهنة، خرج عن تحقيق المصلحة العامة للجمهور وكان هدفه تحقيق المصلحة الخاصة، وجهة إنسانية خلال تعاملنا كأفراد من خلال العمل والدولة والمؤسسات، يبقى دي اسمها إيه؟ أخلاقيات الوظيفة العامة، أخلاقيات الوظيفة العامة. طب تعالى معايا نراجع كده، مجموعة من المهام والمسؤوليات يتم صياغتها في ضوء القيم والمبادئ الأخلاقية. لسه قايل لك من شوية، أنا موظف وظيفة عامة في الدولة، مهام ومسؤوليات، ركز معايا، هدفي تحقيق مصلحة عامة، في حقوق وامتيازات للوظيفة دي بينص عليها قانون العمل وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بيها اللي هي قوانين العمل. طب إيه هي المهام والمسؤوليات؟ إيه اللي خدناها؟ هل هي أخلاقيات الوظيفة العامة؟ لا، أنت قلت لي من شوية أخلاقيات الوظيفة العامة هي معايير أنا بحكم على السلوك ده صح ولا غلط. موظف ارتشى، موظف عمل حاجة خاصة بالمصلحة الخاصة بتاعته وليس مصلحة عامة، أضرب الناس وحقق مصلحته هو، يبقى ده سلوك خطأ، يبقى هحكم عليه من خلال أخلاقيات الوظيفة العامة. طب أخلاق المهنة خدناها الحصة اللي فات، وإنها مجموعة من القواعد والسلوك المعايير التي لا تستقيم أي مهنة بدونها، ده أنا بخلي المهنة تمشي مستقيم. طب ميثاق أخلاق المهنة، قلنا الميثاق يعني إيه؟ قواعد عمل، قوانين عمل تنفع؟ لا، ده قوانين، ده لوائح. طب الوظيفة العامة، أنا موظف عام في الدولة، عندي مهام ومسؤوليات أنا بنفذها، ليه؟ عشان أحقق المصلحة العامة للكل، عشان أرتقي بالدولة، وفي نفس الوقت عندي حقوق وواجبات بينص عليها القانون.
يبقى الوظيفة العامة. طيب أنا دلوقتي كموظف عام، إيه الأخلاقيات المتوفرة فيا أو إيه العناصر المفروض تتوفر فيا عشان أن أقول إن أنا أخلاقيات الوظيفة العامة كسلوك عام بعيد عن الانحراف وهدفي تحقيق المصلحة العامة وإن أنا بمشي سلوك صح؟ قال لي يا أولاد مجموعة من العناصر. يبقى تاني كده، أنا كموظف عام إيه الأخلاقيات المفروض اللي تكون متوفرة فيا خلاص عشان أقول إن أنا حققت أخلاقيات الوظيفة العامة؟ قال لي يا أولاد الالتزام بالأنظمة والقوانين، ده رقم واحد، ده إحنا خدناها من شوية، قلنا هي سبب في تحسين الأداء وتقدم الأداء والالتزام بالمواثيق الأخلاقية بالنسبة للمؤسسة. أنا كموظف لما التزم بالأنظمة والقوانين، أنا كده بحترم عملي، أنا كده عندي أخلاقيات للعمل. قال لي طيب الأمانة والإخلاص في العمل، تمام، العدالة وعدم التمييز، تنمية الكفاءات العلمية والعملية، المحافظة على ممتلكات الدولة كواجب طبيعي، الانتماء والولاء للمنظمة، احترام قيم وعادات المجتمع، احترام وقت العمل، حب العمل. يبقى تاني كده مجموعة يا أولاد من العناصر بتتوفر والمفروض تتوفر في الموظف العام عشان تتوفر مجموعة من الأخلاقيات، مجموعة من العناصر، مجموعة من المبادئ تكون متوفرة في الموظف العام من خلالها بيحقق أخلاقيات الوظيفة العامة. وأخلاقيات الوظيفة العامة معايير بحكم على السلوك ده صح وخطأ. لو أنا بلتزم بالأنظمة والقوانين سلوكي صح، لو أنا عندي أمانة وإخلاص في العمل صح، العدالة، حب العمل، احترام وقت العمل، احترام قيم وعادات وتقاليد المحافظة على ممتلكات الدولة زي ما احنا خدنا قبل كده لما قلنا عجز الأخلاق العامة عن الوفاء بكل متطلبات المجتمع، لما قلنا الموظف العام بيستخدم ممتلكات الدولة لمين؟ لنفسه. لا، أنا هنا بقى يتطلب مني إيه؟ كموظف أطبق ويبقى عندي أخلاقيات. قال لي حب العمل، احترام العمل، الأمانة في العمل، دي كلها أخلاقيات بتتطلبها الوظيفة العامة تكون متوفرة فيه أنا كشخص كموظف موجود في الدولة. قال لي طيب لما أنا هحب العمل وهحترم العمل وهحترم عادات والتقاليد وحافظ على ممتلكات الدولة وهلتزم بالأنظمة والقوانين، إيه النواتج اللي أو الناتج المترتب على الكلام ده كله؟ قال لي ده في نواتج اللي هي المبررات. ايه سبب اهتمام المؤسسات والمنظمات الاخلاقيه بالوظيفه العامه؟ وانا بقولها لك اهو، ما النتائج المترتبه على حبك للعمل واحترامك لعادات وتقاليد العمل والاخلاص في العمل؟ قال لي اول حاجه يا اولاد تحسين الخدمات المقدمه للجمهور. طبعا احنا لسه قايلينها من شويه حتى الصوره الذهنيه الايجابيه، تحسين الخدمات المقدمه للجمهور. طول ما انا بلتزم بقوانين وقواعد ولوائح العمل لازم كده هيبقى فيه تحسين خدمات مقدمة للجمهور، ضمان حرية التفكير والإبداع للعاملين، احترام حقوق ومصالح الآخرين، أنا مش هضيع مصالحهم، ده هدفي تحقيق المصلحة العامة، التعاون بين أعضاء المنظمة والعمل كفريق اللي أكد عليها مين؟ الفيلسوف في وضع دور مواثيق أخلاق المهن. قال لي زيادة الثقة بالمنظمة والشفافية، الوضوح يا أولاد في تنفيذ الأعمال، زيادة الثقة بالمنظمة من خلال تعامل العاملين أو العملاء مع المؤسسات، التنمية المهنية للعاملين وتحسين أدائهم. يبقى تاني كده أنا احترمت العمل وحبيت العمل، دي عناصر متوفرة فيا كأخلاقيات متوفرة للوظيفة العامة. إيه الناتج المترتب عليه؟ أنا بحب عملي وبخلص لعملي، بلتزم بالأنظمة والقوانين، أنا هحسن الخدمات المقدمة للجمهور، الجمهور هياخد حقه وهيبقى متحسنه معاه وهيبقى صوره ذهنيه ايجابيه وهراعي كل مصالحه لاحترام وحقوق مصالح الاخرين، في حريه التفكير والابداع، هنتعاون مع بعض، كل ما يكون في فريق اولاد وتعاون كل ما بتكون المنظمه انجح. لسه قايلها من شويه، فريق لما يكون في فريق كوره كده وبيبقى ناجح واخد بطولات على طول بيقولوا ان فريق فيه روح الفريق، فيه روح التعاون. قال لي كمان زيادة الثقة بالمنظمة والوضوح في تنفيذ الأعمال يا أولاد. يبقى أنا ديت اسمها مبررات أو نتائج مترتبة على عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة اللي هي الحب العمل والالتزام بالعمل وقوانين العمل. طيب أنا دلوقتي عايز تخلي الموظف العام ده شغال كويس، أنا دلوقتي موظف عام عايز أخلي المؤسسة دي تخليه يشتغل كويس،
ينتج كويس عشان المؤسسة دي تبقى متقدمة تعمل ايه؟ قال لي والله احنا هنعمل حاجة اسمها آليات او خطوات تحسين الاعتبارات الاخلاقية في مجال الوظيفة العامة. بمعنى ايه يا اولاد؟ بمعنى ان انا عايز احسن او اخلي الموظف ده شغال كويس. اول حاجة اقدره تقدير اخلاقي. بمعنى ايه؟ احنا لازم يبقى في عندنا تقدير اخلاقي للموظف، وان انا احدد له السلطات بين الموظفين والاداريين، وفي نفس الوقت يبقى اميز بين الشخص اللي بيعمل وبيحب العمل وبين الشخص ما بيعملش. انا لما الاقي نفسي متميز يبقى الشركه دي بتقدرني او المؤسسه دي بتقدرني، هنتج احسن. قال لي كمان العقل والضمير الذاتي. يا اولاد، ضميرنا الذاتي والعقل هو ضمان الاستمرار. احنا قلنا بانسان يفرق او يميز الانسان عن العمل لايه؟ الانسان بيتميز عن عن الحيوان بالعمل، والعمل ده نتيجه العقل والابداع. تحذير نظام الرقاب، انت لو متراقب في البيت تمام، بتذاكر ايه وبتعمل ايه، هتعمل ايه؟ لازم هتحسن من سلوكك. وضع جزاءات، لو انا قلت لك كده ان العمال دي في جزاءات لمن يرتكب مخالفات، هل هيرتكب حد مخالفات؟ قال لي لا. قال لي كمان التأكيد على سلوك الموظفين. سلوك الموظف يا أولاد ده هو صورة عامة للدولة، هو موظف في الدولة يمثل صورة الدولة. التعليمات الإدارية اللي هي مين؟ المعايير اللي وضعها الفيلسوف المتعلقة بالسلوك الأخلاقي في أي مؤسسة. الاستفادة من الوسائل اللي تؤكد على احترام العمل الأخلاقي، تدريبات، تنمية الكفاءة العملية. قال لي يبقى انا دلوقتي هنا يا اولاد لازم عشان احسن واقول ان الموظف ده يشتغل كويس لابد من وجود خطوات او اليات. يبقى ركز كده معايا، احنا خدنا ثلاث حاجات اساسيه بعد تعريف اخلاقيات الوظيفه العامه. قلنا ايه عناصر اخلاقيات الوظيفه العامه؟ وقلنا فيها يا اولاد ان العناصر دي عباره عن كموظف عام ايه الاخلاقيات المفروض يتوفر فيه، ايه الاخلاقيات اللي هي متواجده المفروض تكون متواجده في هذا الموظف. قلنا حب العمل، احترام العمل، احترام وقت العمل، احترام الانظمه والقوانين الموجوده في العمل. قلنا لما انا احب العمل واحترم العمل ايه النتائج المترتبه عنها؟ قلنا تقديم خدمات للجمهور، راجع معايا كده، تحسين تقديم خدمات مقدمه للجمهور ممتازه، احترام حقوقهم ومصالحهم، التعاون بين اعضاء الايه المؤسسه هيؤدي الى تقدم ورفاهيه المؤسسه، زيادة الثقة والصورة الذهنية الإيجابية. ده كل ده يا أولاد بيمثل مدى اهتمامنا بأخلاقيات الوظيفة العامة، إن إحنا نأكد على السلوك ده صح ولا خطأ، وإن إحنا كمان نأكد على أخلاقياتنا كحب العمل والالتزام بالعمل. دي نتائج مترتبة على حبي للعمل وإخلاصي للعمل واحترام قوانين وأنظمة مين؟ العمل. طب أنا كموظف إيه المطلوب مني عشان أحسن وظيفتي، اخليني اشتغل كويس، انتج كويس المؤسسه، المؤسسه دي تتقدم، اعمل لي تقدير اخلاق، مين اللي يعمل؟ المؤسسه تعمل للموظفين. العقل والضمير يا اولاد، تحسين النظام الرقابي، احط جزاءات، اراجع التعليمات الاداريه، مراجع، انا عندي تعليمات اداريه خاصه بالمؤسسه لابد ان انا استفاد منها عشان امشي في السلوك الايه؟ الممتاز او القوي. قال لي كمان الاستفادة من الوسائل اللي بتؤكد على احترام العمل. طيب هننتقل يا أولاد لجزئية تانية مهمة. إيه دور الفيلسوف في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع؟ إحنا قلنا الفيلسوف مش مهمته بس وضع أو دور الفلسفة في وضع مواثيق أخلاق المهنة، لا، إحنا هنتكلم عن دور الفيلسوف في الحفاظ على الهوية الثقافية الموجودة في المجتمع. وقبل ما نتكلم الانسان او الفيلسوف، قبل ان يكون فيلسوف يا اولاد هو انسان. الفيلسوف ده المفروض ان الفكر الفلسفي بتاعه او المذهب الفلسفي عباره عن اراء. الاراء دي لازم تكون متاثر بظروفه الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه اللي نشا فيها. عشان تنعكس على اراء تلاقي كل فيلسوف يا اولاد حسب البيئه وحسب الظروف السياسيه والاقتصاديه اللي بيعاصرها بتلاقي فلسفته بتبقى ليها هذا الانطباع او هذا الضوء بتاعها. قال لي كمان يا اولاد الانتاج الفلسفي لكل فيلسوف بيتاثر بموقف او بقوه موقف هويه الام، ايه طبيعه الام وقصائصها وتاريخها. تمام؟ قال لي الفيلسوف يا اولاد ما بينعزلش عن المجتمع. لا، ده احنا قلنا من شويه ايه؟ بيتاثر بالخصائص والظروف الموجوده في المجتمع. طبعا يا اولاد الفلسفه ما بتبداش من فراغ،
نقول الفلسفة بتبدأ من فراغ، لا، احنا لازم بننتكز او بنتأكد على امور الواقع الاجتماعي والتاريخي والديني والسياسي اللي موجود. كمان بتأكد على أهمية تنمية الهوية الوطنية أو القومية. بمعنى إيه؟ ده الحاجة الأساسية أو الصفة الأساسية الالتزام المهني للفيلسوف اللي من خلالها بيحددها، وده محدد رئيسي بالنسبة لشخصية أي مواطن. هويتك إيه؟ قيمك إيه؟ أخلاقياتك إيه؟ سلوكك إيه؟ دوافعك إيه؟ الدوافع والسلوك الفردي والوظيفي والقومي. من خلال الهوية المجتمع يا ولاد بيستطيع أي مواطن يعرف نفسه، بيحقق ذاته، بيحدد موقفه. هويته الذاتية بتبقى واضحة، الهوية القومية. أي مواطن بيعرف من هو، من يكون. تمام. قال لي كمان الفيلسوف بيضع عقيدة الوحدة أو حماية الأمة من التجزئة. ألمانيا زي الفيلسوف الألماني نيتشه وهيجن كانوا بيدعموا وحدة إيه؟ ألمانيا. الفيلسوف كمان يا ولاد مش بيكتفي بس بأن بيحط آراء فلسفية أو بيحافظ على الهوية الثقافية للمجتمع والقومية للمجتمع، وأن كل مواطن يعرف أخلاقياته ودوافعه وسلوكه، لا، ده كمان بينقل الحضارة. الفيلسوف يا ولاد ينقل الحضارة من مرحلة النشأ إلى مرحلة الازدهار إلى مرحلة الإصلاح، يحاول يصلح ما هو موجود. الفيلسوف لا يفسر واقع فقط، ولكن أيضا يبحث عن علاج للمشكلات الموجودة في المجتمع. الفيلسوف بيحل مشاكل زي السلبية واللامبالاة، عدم الالتزام بالفعل وأخذ مواقف واتخاذ موقف معين. الفيلسوف يا أولاد مش بس بيعتمد على النقل والشرح والتلخيص، لا، ده فيه إبداع. عندنا شخصيات زي ابن رشد. ابن رشد شرح كتب أرسطو وفي نفس الوقت لخص وخد وأبدع ما هو وأضاف عليه. ايضا عندنا الكندي والفارابي وابن سينا. يبقى تاني كده بنقول ايه دور الفيلسوف في الحفاظ على الهويه الثقافيه للمجتمع؟ الفيلسوف يمثل ضمير العصر. الفيلسوف يتاثر بكل الافكار السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه الموجوده في المجتمع، وعشان كده بتنعكس على ارائه في فلسفته الخاصه بمذهبه الفلسفي. ايضا الفيلسوف بينظر ان الفلسفه لا تبدا من فراغ، وإن الفيلسوف بيعمل على رسم الهوية الوطنية أو الإطار الأيديولوجي، الإطار الفكري لكل شخص من خلال إيه؟ محدد رئيسي، قيم وأخلاقيات ودوافع، سلوك فردي، وظيفي، قومي. بيخلي الفرد يسأل من خلال الهوية، بيستطيع الإنسان أن يعرف نفسه، يحقق ذاته، يحدد موقفه. من خلال الهوية الذاتية بتبقى هوية قومية، بيسأل ايه الضوابط الأخلاقية اللي المفروض يتماشى عليها. ايضا الفيلسوف يا اولاد بيعمل على الوحدة لحماية الأمة من التجزئة. ايضا الفيلسوف بينقل الحضارة من مرحلة لمرحلة، بينقل الحضارات، يشرح ويلخص ويبدع ويضيف ويجدد زي الفارابي، ابن رشد، الكندي، ابن سينا. طيب هناخد يا اولاد، احنا قلنا الفلسفة لا تبدأ من فراغ، واحنا بابنا بيتكلم عن اخلاق المهن، فبالتالي هنا لازم نشوف ايه رؤى الفلاسفه للعمل او رؤيه الفلاسفه للعمل. هناخد النهارده ان شاء الله افلاطون، وهو العمل هو احد الشخصيات او احد الفلاسفه الذين تحدثوا عن العمل في الحضاره اليونانيه. ايه راي افلاطون في العمل؟ ايه نشاه المجتمع عند افلاطون؟ ايه السبب اللي خلى المجتمع ينشأ وان فيه مجموعه من الافراد يتعاونوا مع بعض ويكونوا مجتمع؟ قال يا اولاد اشباع الانسان لحاجاته الاساسيه لجأ للتعاون مع غيره من الافراد. وافلاطون يا اولاد هنا حددهم ثلاث حاجات ضروريه او اساسيه: غذاء ومسكن وملبس. وركز كده معايا، لو خدنا بالنا في العمل في الفلسفه اليونانيه هنلاقي العمل ده قبل ما اتكلم عليه يا اولاد، وقبل ما اتكلم عن نشأة المجتمع والحاجات الضرورية، على فكرة ده تصور عام الجزء بتاع افلاطون، ان هو خلى ان وظيفة العمل هو انتاج الحاجات الضرورية كغذاء ومسكن وملبس. ده كان تفكير سائد في العصر اليوناني كله. ركز معايا، انا قلت لك الفيلسوف بيتأثر بمين؟ بأخلاقيات، بسلوكيات، بأفكار سياسية، بأفكار مجتمعية في مجتمع. العمل يمكن اول حاجة ظهرت في الفلسفة اليونانية تقسيم العمل، بس للأسف الفلسفة اليونانية كلها بتتميز بطابع غريب شوية.
ان عندهم بيميزوا بين العمل الفكري والعمل اليدوي. ركز معايا بقى في الحته دي. احنا بنقول ان الفلسفه انطباع بيبقى من خلاله بنوضح معالم المجتمع اللي بيعيش فيه الفيلسوف. فقال لي يا اولاد ان الفلسفه اليونانيه اول من قامت بتقسيم العمل الانساني، بس للاسف هي ميزت بين العمل الفكري والعمل اليدوي. قدست العمل الفكري واحترمته واحتقرت العمل اليدوي. كمان يا اولاد قالوا ان الفلاسفه اليونانيين كلهم قالوا ان ما يرفع قدر الانسان الحر هو العمل الذهني وليس ما يصنعه بيديه. ونركز برضو في النقطه دي من ضمن المعالم الهامه للفلسفه اليونانيه او وجهه نظرها بالنسبه للعمل. قال كمان ان الاعمال المهنيه اليدويه دي بيبقى بتنجز من خلال العبيد، وان المواطنين الحر هو اللي بيقوم باعمال السياسه والاعمال الفكر والفلسفه، وهدف العبيد ان هم يشبعوا الحاجات الاساسيه الثلاثه اللي هو الغذاء والمسكن والملبس. طب نرجع بقى لمرجعنا افلاطون من ضمن الحضاره اليونانيه التي اثارت ان العمل الفكري اسمى من العمل اليدوي. وقالت الحضارة الفلسفية اليونانية إن تقسيم العمل هدفه إن نقسم عبيد وأحرار عشان العبيد تنتج لنا الثلاث حاجات الغذاء والمسكن والملبس، عشان خاطر بالنسبة للمواطن الحر تكون متوفرة ليه لديه هذه الحاجات. تعال ركز معايا كده. أفلاطون قال إن حاجة البشرية مثل الفكر السائد في الحضارة اليونانية، أن نشأة المجتمع نتيجة إشباع الغذاء والمسكن والملبس. وبالتالي رأى أفلاطون في تنفيذ هذه الحاجات يتم من خلال سبلين أو طريقتين. أول طريقة المجتمعات البدائية، كل فرد بيقوم بوظيفته، كل فرد بينجز كل المهام بتاعته، مفيش حاجة اسمها واحد هيقوم بشيء معين، لا. هنا بيقول لي الفريق ده بيقوم بإيه أو الشخص ده بيقوم بإيه، بينجز الأنشطة الثلاثة. يبقى أول المجتمعات مجتمعات بدائية، ماله الفرد ده بينتج الغذاء والمسكن والملبس. طيب السبيل الثاني قال لي ده متبع في المجتمعات المتطورة، بيعمل إيه؟ قال لي كل فرد، بنخصص فرد في كل مجتمع، خلاص فرد، كل فرد في من أفراد المجتمع بيقوم بنشاط معين، مفيش حاجة اسمها يقوم بإيه؟ بالتلات أنشطة مع بعض. وبالتالي هنلاقي هنا لجأ لمين؟ لتقسيم العمل، ودي سمة كانت ظاهرة جدا في الحضارة اليونانية والفلسفة اليونانية. وأكد أفلاطون على تقسيم العمل عشان خاطر إيه؟ إن المجتمع يحصل على منتج جيد وإن المنتج يستريح في العمل ده. تمام؟ يبقى ركز كده معايا، بنقول إن أفلاطون أكد على تقسيم العمل عشان يطلع لنا منتج جيد وفي نفس الوقت ينجز او يستريح المنتج لايه لهذا العمل. طيب ايه الناتج اللي ترتب عليه تقسيم العمل؟ ركز بقى معايا هنا اهو. قال الناتج اللي ترتب عليه تقسيم العمل، افلاطون لما نادى بتقسيم العمل مش عشان يوفر او عشان خاطر ينتج او عشان خاطر ثروه او عشان خاطر انتاج وزياده الثروه اللي موجوده او الاقتصاد. أمال هو هدفه إيه؟ هدفه عشان يقسم المجتمع إلى عنصرين، مواطنين أحرار وعبيد. المواطنين الأحرار دول مواطنين بيقوموا بالبحث الفلسفي والاشتغال بالسياسة، والمواطن الحر طبعا بصفة عامة هو بيحتاج الحاجات الأساسية من تغذية وملبس ومسكن. طبعا لو قام بالوظيفة ديت ده ما ينفعش، مش هتكفي لممارسة الوظيفة النبيلة بتاعته هي الفلسفة ومين؟ والسياسة. وإن كمان العمل اليدوي بيحط من شرف الإنسان، هو بيتفق مع إن هو الإنسان بيمتلك الأراضي الزراعية والعبيد هم اللي بيشتغلوا بالأعمال اليدوية. ليه؟ لأن إحنا قلنا السمة الغالبة في المجتمع اليوناني أو الفلسفة اليونانية إن هم أثنوا أو قالوا إن العمل الفكري أسمى من العمل اليدوي واحتقروا العمل اليدوي. يبقى بالتالي هنا تقسيم المواطنين الى مواطنين احرار عشان يشتغلوا بالسياسه والفلسفه،
لكن اعمال الحرف اللي اعمال اليدويه دي بتحط من شرفهم، ما تتفقش مع الفضيله بتاعتهم. امال هم يعملوا ايه؟ يمتلكوا الاراضي الزراعيه. امال مين اللي اشتغل بالفلاحه والاعمال اليدويه؟ العبيد. دول اللي بيتحملوا كل اعباء الرزق وكل الاعمال المنزليه بيتحملوها عن المواطنين، مين؟ الاحرار. طب لو احنا جينا بصينا في الجزئيه دي، لما جه افلاطون يا اولاد اتكلم عن تقسيم العمل، هل تقسيم العمل في الجمهوريه بتاعته اللي اتكلم عليها ده، طبعا خلي بالكم افلاطون ليه كتاب اسمه الجمهوريه عن اصل المدينه ونشاه المجتمع، او سماه بالمجتمع السياسي. طب هو هنا في المجتمع السياسي او اصل المدينه كان بيتكلم عن ايه في كتابه الجمهوريه؟ قال لي والله هو كان مش بيتكلم كتقسيم العمل زي رجال الاقتصاد. يعني احنا في وقتنا الحالي يا اولاد نلاقي رجال الاقتصاد يتكلموا عن الانتاج ويقول لك احنا الاقتصاد بتاعنا او العمل بتاعنا ده ما ينتج وما يربح وما يزيد من الانتاج القومي للدوله وزياده رفاهيه وتقدم الدوله وزياده الانتاج، وعايزين نشوف ايه مشاكل زياده الانتاج وترتيب زياده الانتاج. طب امال افلاطون كان بيبص عليه ايه؟ لا، افلاطون ما كانش يهمه زياده الانتاج ولا كان يهمه اي حاجه، وما كان يهمه ايه؟ ان العمل هدف نهائي بالنسبه له تلبيه حاجاته الطبيعيه، اللي هم مين الحاجات الطبيعيه؟ غذاء ومسكن وملبس. العمل عنده مش سلعه، مش ان انا اروح ابيع واشتري وازود من الثروه بقى والكلام ده كله، امال العمل عنده ايه؟ خدمه، خدمه بس مقدمه للمنتج اللي هو هيستعملها فقط لا غير. يبقى العبيد بينتجوا الاعمال كخدمات للمواطنين الاحرار، لكن ما فيش حاجه اسمها ثروه او زياده دخل قومي او مشاكل مترتبه على الانتاج او الكلام ده كله. يبقى هنا تقسيم العمل عند افلاطون كان بيهدف الى شيء معين، وان المواطن الحر، المواطن هو عمل فكري بيقوم به بالبحث والفلسفه والسياسه، وده اسمى الاعمال. اما العمل اليدوي يحط من شرف الانسان، وده خاص بمين؟ خاص بالعبيد. طيب رفض افلاطون فكره تقسيم العمل، صح؟ خطا طبعا يا اولاد. احنا قلنا اكد افلاطون على تقسيم مين؟ العمل، عشان نتج عنه ايه؟ مواطنين احرار، مواطن ايه؟ وعبيد. يبقى العباره خاطئه. لا تهتم بسرعه العمل بل جودته، لان الناس لا يسالونك في كم فرقت منه، بل ينظرون الى اتقان وجوده صنع. تشير العباره الى راي الفيلسوف في العمل، ارسطو، الفارابي، ابن خلدون، افلاطون. طبعا هنا خلي بالك معايا، لما كان بيتكلم هنا بيقول ان ايه؟ ان تقسيم العمل المستعمل سوف يحصل على منتج من نوعيه ايه؟ جيده. يعني اكد على اتقان وجوده صنع العمل. يبقى هنا يا اولاد هيبقى افلاطون. اعزائي الطلبه، انا بكده قدرت ان انا انتهي من جزئيه خاصه باخلاق المهنه. ان شاء الله في الحصه القادمه هنضع مجموعه من الاسئله كمراجعه لهذه الجزئيه، وهنستكمل مع بعض الحصه اللي بعد اللي جايه ان شاء الله باقي الفلسفه. هيبقى معاكم الحصه القادمه الاستاذ محمد طه، هنكمل مع بعض المنطق، التكامل بين الاستدلال الاستنباطي والاستدلال الاستقرائي في المنهج العلمي المعاصر. اتمنى لكم النجاح والتفوق مع تمنيات اسره الفلسفه. كان معكم النهارده الاستاذه شيرين ويلي، شكرا.